الأشخاص اللي ألوانها rich and warm تنتمي للأوتم color season. فيهم يكونوا warm autumn مثل جوليان مور، deep autumn مثل جينيفر لوبيز، أو soft autumn مثل نيكول ريتشي. شعر بيكون أحمر نحاسي أو warm brown، ولون البشرة بيكون عاجي كراميل نحاسي أو حتى برونز. أما لون العيون عادة بيكون بني عسلي أو أخضر. مثل ما الاسم بيدل، تلبق لي كل ألوان الخريف بكل تدرجاتها، من الأخضر للزيتي والبني مروراً بالأرميدي والخردلي للبيج. لمكياج العيون فيك تنقي من كل ألوان البني والزيتي والنحاسي، وكتير بيناسبك الذهبي. اعتمدي للهايلايت هو والفانيلا. أما للبلاش بيلبق لك ألوان البامبكن والنحاسي والبرونز. وللحمرة اختاري لون القرفة، الأرميدة، البني أو لون الزبيب. بالمجوهرات بيلبق لك الذهبي أكثر من الفضة. من الأحجار اللي بتلبق لك الألماس البني والزفير الأصفر، وكمان بيلبق لك الجولدن بيرل